حضراتكم احنا بدأنا كدولة بمشروع مدينة العالمين الجديدة، اللي هي مش مدينة سياحية فقط، ولكن هي مدينة بمعنى الكلمة فيها كل الأنشطة. أعلننا منذ فترة بالأمس القريب على واحد من أكبر مشروعات الاستثمار العقاري والسياحي والتنموي المتكامل، اللي هو كان مشروع رأس الحكمة بالشراكة مع الأشقاء من دولة الإمارات العربية المتحدة. واليوم احنا بنسعد جميعا أن نعلن عن مشروع آخر، وهو مشروع ساوث ميد أيضا على الساحل الشمالي الغربي، عشان يتكامل مع كل هذه المشروعات، وعشان نحقق المستهدف اللي احنا كنا بنتكلم عليه لما بنقول ان احنا كمصر قادرة في خلال الفترة القادمة لغاية 2030 ان احنا نجتذب على الاقل ضعف عدد السياح اللي بيجوا النهاردة مصر. احنا مش بنبالغ، لان مع بدء هذه المشروعات الكبيرة في انها تتنفذ هيبقى زي ما حضراتكم شفتوا في الفيلم وشرح تفاصيل المشروع، احنا بنتكلم على جذب حجم هائل من الغرف، هيبقى في عدد هائل من الفنادق بالغرف الفندقية اللي بتتجاوز 2000 غرفة، ده بالإضافة إلى الوحدات السكنية نفسها اللي هتؤجر بنظام الوحدات السكنية الفندقية. وبالتالي احنا بنتوقع ان هذا المشروع جنبا إلى جنب مع رأس الحكمة، جنبا إلى جنب مع اللي بيتعمل في العالمين، هيبقى ان شاء الله بنتكلم على ملايين من السياحة الأجنبية اللي هيبقوا موجودين على مدار مصر.